نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتيريا الإيكولاي، وأكد المركز على جودة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة للخارج بما فيها محصول البصل الأخضر ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لم تتلقى أي ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أي دولة من دول العالم.